أهلا بكم في النشرة الرياضية. حقق فريق الملكية فوزا ثمينا على الرفاع الشرقي بهدف نظيف، وذلك في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة خليفة الرياضية ضمن إطار منافسات الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم. هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني عن طريق اللاعب سيد علي عيسى من ركلة جزاء، ليرفع الملكية رصيده إلى 8 نقاط متساويا مع الرفاع الشرقي. ومن الجانب الآخر، تمكن فريق سترة من خطف 3 نقاط ثمينة بعد فوزه على الحالة بـ2 دون رد. اللاعب القرغستاني عصمت كربانوف افتتح تسجيل في الدقيقة 56، فيما أضاف تشيلي ليناردو الهدف الثاني في الدقيقة 83، ليرفع سترة رصيده إلى 8 نقاط، فيما بقي الحالة على رصيده السابق بـ6 نقاط.